السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم في قناة روائع وابداع دهبكة. مع استمرار الحر ده يا جماعة ودرجة الحرارة العالية جدا والشمس الساطعة جدا اللي مش مخلينا عارفين نمشي في الشارع، بنحتاج الى التكييف، بس احنا ما عندناش تكييف، يا دوبة عندنا مروحة، مروحة بوكس، مروحة سقف، مروحة عادية ستاند، بس برضو بتطلع علينا هواء سخن. النهاردة يا جماعة هعمل لكم فكرة زي ما احنا شايفين كده، فكرة تكييف صحراوي ببلاش، مش هيكلف حاجة خالص. انا عن نفسي ما كلفتوش كتير. بتكون من زي ما احنا شايفين كده صفيحة بلاستيك او علبة بلاستيك بتاعت بويا، دي اشتريتها انا من واحد بتاع بيكيا بعشرة جنيه. كان عندي خرطوم بتاع حمام اللي هو بتاع اللي بتركب في الحمام دوت، بتاع لما بننظف يعني الحمامات ولا حاجه محتاجين خرطوم، خدته كان مرمي. عندي عصايه مقشه قسمتها عملتها ايمين زي ما احنا شايفين كده، ايم اهو وايم اهو، والجزء الثالث فوق ربطت فيه ازازه بلاستيك وصلتها بالخرطوم زي ما احنا شايفين كده يا جماعه اهو، يعني الخرطوم دخلته جوه كده في الازازه. الازازه دي مخرمه، خرمتها كده خرم صغيره قليله يعني بالطول كده، يعني صفين من التخريم اهو يا جماعه. حطيت يا جماعه زي ما احنا شايفين كده موتور غاطس بيجيب الميه من تحت يطلعها في الخرطوم ده كده 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 كده، يوديها في الازازه ينزل هنا. نشوف الحكايه دي كده يا جماعه مع بعض. طبعا انا اشتريته ب 120 جنيه من شارع كلود بيك، وادي الفيشه بتاعته اهي، ونشوف الميه وهي نازله اهو كده يا جماعه. الميه زي ما احنا شايفين نازله. طبعا لما نعمل الحكايه دي نظبط عمليه نزول الميه على حسب حجم الموتور. الموتور لو بيدفع ميه كتيره عشان ينزل الميه في جميع الفتحات دي، لو موتور صغير هيبقى ايه اقل. فده ب 120 جنيه اهو، في حاجه اكبر منه بشويه هيطلع ميه اكتر. طب احنا استفدنا من ايه كده؟ هقول لكم استفدنا من ايه كده. كده هيرطب الجو، ميه موجوده في الجو مع تيار هواء هي ايه هيعمل لنا تكييف. بس هقول لكم الحركه الثانيه هنعملها ازاي. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، جبنا مروحه بوكس مسلط هواها بشده على قطرات الميه او الشلال اللي نازل ده، فكل الرطوبه ما شاء الله رطبت للجو. بصوا يا جماعه، تخيل لو هنا في ميه اكتر، يعني في فتحات اكتر وهنا ميه اكتر ونزلت كده، والمروحه زي ما احنا شايفين اهو، ده اعلى حاجه عندي اهو يا جماعه، هتلاقي الجو نزلت درجه حرارته ورطب الجو. طبعا الجريل ده عايزينه يدفع الهواء لقدام كده، لو نشيل الجريل ده احسن عشان كل الهواء هيندفع ناحيه الميه دي، وان شاء الله تغنينا عن الحر وعن شراء التكييفات. طبعا ده ممكن تسموه زي ما بيسموه بتاع الغلابه، تكييف الغلابه. انا ما عنديش غير مروحه بس عندي الوسيله ديت، وارجو ان اكون قلت حاجه مفيده، وانك تعمل فكره كل واحد على حسب امكانياته ونتكيف مع امكانياتنا وحياتنا. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.